كانت خلاص حياتها قربت تنتهي، إلا إنها اتغلبت على كده ولبست الفستان الأبيض اللي كان نفسها فيه واحتفلت وسط حبايبها. حكاية النهاردة عن البلوجر الشهيرة حنان الحكيم اللي فرحها كان من ساعات. إيه حكاية حنان مع التعب وإزاي قدرت تتغلب عليه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. أخيراً الفرح دق باب البلوجر الشهيرة حنان الحكيم. حنان اللي ما يعرفش قصتها فهي من فترة كانت بتمر بظروف صعبة جداً وجالها تعب مفاجئ قبل ميعاد فرحها، تعب من الصعب اللي مش بيروح بسهولة ولا بينجو منه غير قليلين. الحمد لله حنان الحكيم قدرت تعدي منه بسلام، ومن ساعات كان فرحها على حبيب عمرها اللي شاف معاها كتير وصبر معاها أكتر. حنان الحكيم في الفرح احتفلت بكل الوسائل المتاحة، أي وسيلة للفرح كانت بتحتفل بيه. جابت ألعاب من بتاعة السيرك وكمان مهرجين يقوموا بأدوار كوميدية في الفرح. حنان تقريبا كده عايزة تعوض كل الحزن اللي مرت بيه الفترة اللي فاتت في فرحها. الحقيقة هي استعدت للفرح بشكل حلو جدا، لبست فستان زفاف جميل جدا ونادر لما تشوف واحدة لابسة زيه، زي ما يكون معمول ليها مخصوص، والتصميم أول مرة أشوفه. انتوا ايه رأيكم في تصميم الفستان ده؟ قولولي في الكومنتات. ودلوقتي نيجي للعريس واللي الحقيقة كان في غاية اللطافة مع البلوجر حنان الحكيم. ظهر في الفرح وهو في قمة سعادته بزوجته حنان الحكيم. العريس اسمه إيهاب محمد، وهو من قبل الفرح وعمال يشجعها على اليوم ده ويحببها فيه. ده من يوم 19 فبراير وهو عمال يكتب فيها قصايد حب وشعر على انستجرام. هو عارف انها بعد الظروف الصحية اللي فاتت وهي اكيد مش في حالتها الحلوة خالص، علشان كده كان كل شوية يكتب لها ويعبر ليها عن حبه. كتب لها انها العوض من ربنا، وان مفيش في الدنيا بنت زيها، بيحبها وعمره في يوم ما هيشوف غيرها. حكى لها ان ظروف التعب الاخيرة عندها خليته يحبها أكتر ويخاف عليها أكتر، وإن مهما مرت بظروف فهي طول عمرها هتبقى حب حياته اللي مفيش غيرها. وطبعا حنان دخلت ردت على كلام عريسها وقالت له إنه ونعم الراجل، حقيقي بتحمد ربنا عليه وإنه وقف جنبها في أصعب ظروف حياتها. حنان الحكيم من فرحتها الكبيرة كل شوية بتنزل ستوري على حسابها على انستجرام لكواليس الفرح، مبسوطة جدا وعايزة كل جمهورها وحبايبها يكونوا فرحانين ليها. هي ما صدقت عدت من الظروف اللي كانت فيها وخلاص دخل عليها الفرح ودق بابها. حنان الحكيم كل جمهورها دلوقتي على السوشيال ميديا فرحانين ليها، الكل عمال يتكلم عنها وعن قصتها قبل الفرح وانها ازاي عرفت اصعب ظرف صحي مر عليها في حياتها قبل الفرح بايام، ورغم كده قدرت انها تواجه وقدرت انها تعمل فرحها في ميعاده. حنان وقت الظرف الصحي اللي كان عندها طلعت في فيديو وقالت انها مش هتفرط ابدا في الميعاد اللي حددت فيه الفرح وانها هتعمله في نفس الميعاد، يعني هتعمله، وده طبعا كان تحدي كبير بالنسبه لها والحمد لله قدرت على التحدي ده. Thank you.